بدين الحب آمنا سنحييه ولن يفنى بنو الإنسان فطرتنا لبذل الخير تدفعنا عطاء واجب منا بلا فضل ولا منا ولا حتى لكي يحكى غدا للناس أن كنا عطاء أينما كنا لتلقى روحنا جنة سلام تطمئن به قلوب آمنت معنا سنمضي ليس تمنعنا رياح إن تواجهنا أليست هكذا الدنيا تعلمنا فلسنا من بني العذار ولا نهوى سوى الإصرار لأن الحب ملهمنا وقائدنا بدين الحب آمنا سنحييه ولن يفنى جميل بكل تفاصيله، بأهله، بشوارعه وأزقته، بذكريات موصولة بكل حدث فيه، بضحكة الأصدقاء واجتماع الأهل والأحباب. هو ذاك المكان الذي يشعرك بالانتماء ويحتضن أحلامك ويؤمن استقرارك. الوطن هو وطن المعيشة بغض النظر عن مكان إصدار جواز سفرك وخانة كتب فيها مكان ولادتك. أم غفران واحدة من القصص التي يعيشها أكثر من 50 مليون مغترب حول العالم. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك اختي؟ الله يبارك فيك اختي. احنا من جمعيه خيريه وقاعدين نجمع تبرعات، فاذا تقدرون تساعدونا احنا نجمع للايتام ونجمع للفقراء اذا ما في احراج. اوكي. مرحبا. بس انا تبرعات من يانو حتى اعرف اوصلك يعني اسم ملابس يعني احنا ما تفرق عندنا، شو اللي تقدرون تساعدون. احنا عندنا ايتام وعندنا فقراء. باي
انتوا عندكم ايتام؟ او احنا ايتام اصلا. الحمد لله. زين منو مسؤول عليكم بالبيت؟ هسه ماما. اي. انا طبعا اكبر وحده. اي. وبيت جدي. ماما موجوده؟ ماما اجت. ممكن اكلمها؟ اي. اي من الامارات. والله احنا كنا عايشين بالامارات. ما شاء الله كنتوا بالامارات؟ في الامارات. الامارات واخويا والد بالامارات. ما شاء الله ما شاء الله. قبل 3-4 سنين بابا توفى بالامارات. الله يرحمه. دفن هناك ورجعنا. رجعتوا هنا. الله يكتب لكم خير. احنا ان شاء الله بلدي الثاني. الله يحفظكم ان شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أمي؟ شو أخبارك؟ الله يبارك فيك. سامحينا طلعناك بهالبرد. الله يبارك فيك. يا أمي احنا جمعية ندور للأيتام، يعني قاعدين نجمع. فأنا ما أدري إن أنتم عندكم أيتام. الله يحفظهم. صحبة أيتام. الله يحفظهم إن شاء الله. طيب ممكن تقربين شوي بس؟ يعني تقربين شوي عندي بس. أيوه عشان أسمع صوتك. احنا انا جاي اجمع فما ينفع، يعني اذا انتم عندكم ايتام ما ينفع حتى. احنا انا صاحبة ايتام الحمد لله 4. الحمد لله على كل حال، وحلو انت تقولين الحمد لله. الحمد لله. اي الامارات قلت لك من الامارات. اي والله انا كنت بالامارات عايشه وتوفى زوجي بحادث. الله يرحمه. اخويا مواليد ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمه؟ حمزه. اي الله يبارك فيكم. يعني نحن لكم يعني ننطحر انه احنا رجال بس سبحان الله الحمد لله. كله نصيب. كله نصيب. من كان يصرف عليكم هو؟ الله يرحمه. الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ والله تجاره، عنده كان شركه نقل. بسبب الاوضاع مال العراق خسر فلوسه كلها، يعني الحمد لله كل اللي جمعناه راح. فجلطه بالسياره صارت جلطه وانا قاعده جنبه يعني ودعمنا، على اثرها صار عندي مرض سرطان الحمد لله. الله يعينك. الله يحفظك. تتعالجين؟ اي والله تتعالج. وال هاي صار لي سنتين تتعالج. والعلاج ماشي الحمد لله؟ الحمد لله. طيب ما عندك مهنه؟ أنا كنت معلمة بغداد. معلمة. بس لأنه تركت بغداد وسافرت وتعرف الوضع ببغداد هسه. طيب هنا ما قدرتي تتعيني؟ أنا من أجيت رأسا مباشرة صار لي مع السرطان. وتعالجت سنة ونص، أنا أتعالج كيمياء وأنا يعني في وضع كلش مو زين. ما قدرت. وعندي 4 أيتام وبنتي. يعني هو يفضل بعد ما مات الوالد انه رجعت هني عند اهلك. هو هي رجعت هنا. اقامتك موجوده ولا؟ اي انا اقامتي هنا. لا اقامتك في الامارات موجوده؟ لا سالتها والله. ما ناويه ترجعين؟ شو يرجعني؟ من يجي الاقامه وشلون؟ ما اقدر طبعا. طيب هو كله خير ورب العالمين ما ينسى عباده، وهو هي اختبارات، الدنيا كلها اختبارات. الله يكتب لكم خير. الحمد لله عليك الخير. طيب يا ام منو؟ انا ام غفران. ام غفران. انا اعطوني الساده شيماء صح؟ اي تعال حمزه. هذه اوراق اولادك؟ اي تفضلي. نكف له ان شاء الله في الهلال الاحمر الامارات. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شوف الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله ما يقطع. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك. اقدر بس اعرف منو؟ ناس يحبون الخير. عاد اهلي الامارات. عاد اهلي الامارات. انا عشت نادي الله على الراس اهلي الامارات. الحمد لله الحمد لله. بس انا ما قدرت اعيش. تعرف الوحده وعندها اطفال كانوا صغار. جبتهم قبل 4 سنوات كانت انا يعني رابع اعدادي عاشر يعني. وهنا ثاني ابتدائي
خامس ابتدائي اصغر ما قدرت، والصدمة كانت كبيرة علي، قدرت ابطل. الله يسر، الله يكتب لك الخير. زين انا عندي ورقة. وين راحت الورقة؟ يبي ينظف، يبي ينظف. شراني شراني. كم عمره؟ أربع سنوات ونص. طيب أستاذة شيماء، هذه ورقة فيها ورقة علاج، أنا بس خليني أسجل اسمك. أعطيني اسمك الله يبارك فيك. شيماء. هو في تحديد قيمة مبلغ، أنا أقدر أحدده وأحط لك المبلغ اللي يعني يساعدك في العلاج ويساعد أسرتك، لكن أنا راح أخليه مفتوح بعد ما يجون يشوفون أوراقكم ياخذونكم، إن شاء الله راح نتكفل في كل علاجك إن شاء الله، والله يكتب لكم خير. هذا مبلغ هدية للبنات الصغيرونات، الله يبارك فيك وكل خير، وإذا إن شاء الله قدرنا نرجعكم الإمارات إن شاء الله. الله أكبر، على الأقل يشوفكم. تبين تزورين الإمارات ولا تبين تسكنين فيها؟ يعني ما أعرف شنو هالكرم، شنو هالكرم. هذا صار الاختيار عندكم، إذا كانت كان الموضوع زيارة فكلكم إن شاء الله راح تزورون الإمارات. يا أمي الله يبارك فيك. طيب وده يعني كل هذه أسباب، وإحنا نعرف إن الناس للناس. الله يحفظك. يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. طيب إن شاء الله خلال هالفترة إن شاء الله بس نشوف موضوع العلاج، تتعالجين إن شاء الله في الإمارات علاج كامل. الله أكبر. وإن شاء الله يعني والله. يا رب قادر على كل. مو بعيد عليكم أهل الإمارات أهل الكرم، مو بعيدة. كلنا أسباب، والله كلنا أسباب يعني، والدنيا بخير الحمد لله. الله يحفظك إن شاء الله. غاني صايمة يعني، أدعي لك وأدعي لكم يا ربي بالصحة والعافية والستر يا إلهي. يعني من غير هذا الموقف إحنا ندعي لكم. الله يحفظك. أحلى أيام حياتنا عشنا. إجين بناتي ما يعرفون العراق، ما شافوهم أيام الحرب هاجروا طلعوا جنوا الإمارات، بحيث من اللي يقولون إحنا نحب الإمارات يزعلون أهلنا، وأقولهم هم عاشوا يعني صح. صح، واللي تربى في مكان صعب ينسى، خلاص طفولته وحياته كلها فيها. والله والله مدى أبالغ، والله وأني صايم من يقولوا لي تحنين أقولهم أحن. طيب ان شاء الله وراح تردين ان شاء الله الامارات وتشوفين الخير. الله يبارك فيك يا امي. انا مره واحد قال لي اصلع لنفسك ماضي جميل، اصلع لنفسك ماضي جميل، وانا هذا اللي قاعد اسويه، انه يكون ان شاء الله ماضينا جميل والناس تذكرنا بالخير، وهذا مش بسببي، سبب كل اهل الخير اللي قاعد يساعدونا ان نفرحكم. والله ما كان ودي ان دمعه تنزل، لكن ان شاء الله تكون دمعه الفرح ان شاء الله. يا أمي سعد يا كل خير كل خير الحمد لله رب العالمين، وأولادي إن شاء الله يكونون عندنا هناك في الإمارات. الدنيا بخير يا أمي والناس للناس، مع السلامة، يعطيك العافية. شكرا. Thank you.
السلام عليكم، كيف حالك امي؟ الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك، تفضلي. الله يعطيك العافية. طمنونا عنكم. الله يبارك فيكم، الله يعطيكم العافية. حياكم في بلدكم الثاني. الله يبارك فيك، تفضل تفضل حياكم. لأن الوعد كان أن تأتي أم غفران إلى دولة الإمارات وتتلقى العلاج اللازم، كان لابد أن نبذل كل الجهد رغم الظروف وأن نسعى بما يلزم حتى تصل هي وعائلتها بسلام وأمان، وها هي اليوم بيننا.